مرحبا، بهذا الفيديو رح نشوف كيف نعمل هذا الميك اب لوك. هذا اللوك رح يخليكم تخطفوا جوا الصورة. إذا بدكم تشوفوا كيف، خليكم معنا. لتخطفوا جوا الصورة بتحتاجوا أول شيء اقعدوا قدام لوحة خضراء أو زرقاء. ممكن تبلشوا بلوحة بيضاء بعدين تدهنوها باللون، وهذا اللي أنا عملته في هذا الفيديو. وهلأ خلينا نبلش. حطوا طبقة متساوية من اللون على الوجه باستخدام فرشاة مستديرة. باستخدام برنامج البريمير أو الفاينل كات، استخدموا تطبيق الكروما لتوحيد اللون الأخضر في الخلفية مع اللون الأخضر اللي بتحطوه على الوجه. قسموا الوجه لأقسام وحطوا اللون على كل قسم لحال لأنه بينشف بسرعة. جربوا تحطوا طبقة متساوية من اللون على كل أجزاء الوجه. باستخدام فرشاة مروسة حطوا اللون حوالين عيونكم. اللون ممكن يكون كثيف في بعض الأحيان، عشان هيك مفضل تستخدموا فرشاة سفنجية بنفس الوقت مسطحة. حطوا اللون على الشفون من الزاوية الداخلية للخارجية بالتدريج. هلأ رح نشتغل على الشفايف. بحب أستعمل فرشاة صغيرة إلها زاوية لأنها بتساعدني أتحكم بخطوط الشفايف. حطوا طبقة سميكة من اللون على الشفة السفلية، بعدين على الشفة العلوية حطوا اللون من الوسط للأطراف حسب خط الشفاه الطبيعي. لموا الشعر ببكلة، وإذا الشعر قصير خلوا مفرود. لفوا راسكم بالنايلون اللي بلزق وتأكدوا إنه غطيتوا كل جذور الشعر. غطوا جسمكم باللون. بما انه اختفائنا ثنائي الابعاد فما في لزوم تغطوا اجزاء جسمكم اللي ما راح تبين في اطار الصوره. بس نخلص واللوك يجهز، وبعد ما صار وجهكم وجسمكم من نفس لون الخلفية، اختاروا صورة أو مجموعة من الصور وباستخدام تقنيات المونتاج رح تختفوا داخلها. في هذا الفيديو اخترت مجموعة من الصور اللي اختفت داخلها. انتو فيكم تختاروا اي مجموعة من الصور اللي بدكم تختفوا فيها.